ساعتين بيفصلونا عن مواجهة مصر والجابون، تاني مواجهات المنتخب المصري في مشوارنا إن شاء الله. إن شاء الله نتمناها كده، التأهل لكأس العالم، وحلم أنا شايفه مش بعيد المنال. الإمكانيات اللي عندنا تسمح لنا بده، المواهب اللي موجودة في تشكيلة منتخب مصر تسمح لنا بده. غاب الأداء، غابت يعني القوة الشخصية بتاعت منتخب مصر في مباراة أنجولا، وأنا حذرت من أنجولا الحقيقة وقلت لحضراتكم ما تستهينوش أبدا. ما فيش أسماء من العيار التقيل، لكنه منتخب عنده مواهب محترمة جدا، وقد كان وظهر الحقيقة بشكل كويس جدا على أرضنا وعلى ملعبنا، وأحرج، خليني أقول رغم إن النتيجة صحيح لصالحنا وحطينا 3 نقاط في حصيلتنا، لكنه أحرج المنتخب المصري وأكد إنه هيكون منافس قوي جدا على صدارة المجموعة. ماتش النهاردة ظروف مختلفة، بتلعب بره أرضك، بيرجع لك للتشكيلة قوة ضربة. بشوف محمد صلاح وجوده النهاردة في المباراة مهم جدا، لكن خلينا نتكلم على رؤية بقى كابتن خالد جدالة نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر طبعا في ماتش النهاردة، مواجهة صعبة بكل المقاييس، ومش بس ماتش النهاردة كمان هتكلم معاه على المشوار ككل. مساء الخير كابتن خالد. مساء الخير يا أحمد، أهلا وسهلا. منور الدنيا. منور بيك، الله يخليك. قبل بس ما أدخل على جابون النهاردة، عايز آخد تقييمك. أنا يعني احترم جدا وجهة نظرك، وعارف انك راجل يعني مش تتكلم في اراء شخصية لكن تتكلم بتحليل موضوعي وعلمي ومنطقي. رأيك في المواجهة الاولى لمنتخب مصر في انجولا وتأثيرها او دلالتها من وجهة نظرك برضو على مشوار مصر في تصفيات كاس العالم؟ يعني بالنسبة للماتش اللي فات زي ما انت قلت، شخصية منتخبنا ما بنتش، وده طبعا ليه اسباب. يعني المنتخب ملوش اي تجمعات، مفيش معسكرات، مفيش شغل بيحصل قبل الماتشات. فأنا من وجهة نظري لما بنلاقي العرض مش يعني أقدر أقول عليه متواضع، هو ده بسبب إن مفيش معسكرات، الجهاز الفني مش قادر يشتغل، ما عندوش الوقت إن هو يشتغل. فإحنا بنتفرج على اللعيبة، إحنا وبختنا بقى، اللعيبة النهاردة كويسين بيأدوا بشكل كويس، بنبقى مبسوطين. اللعيبة بيأدوا بشكل وحش زي ما حصل في مباراة أنجولا، واضح إن مفيش تفاهم، مفيش انسجام، مفيش أي شغل. معلش أنا آسف على المقاطعة كابتن. طب وإحنا محتاجين جهاز فني ليه؟ يعني إذا كنا هنعتمد على حالة اللعيبة ومدى إجادتهم، طب يعني طب ما هو أي حد يعمل الموضوع ده. وبعدين مع كامل احترامي، طب هو كابتن حسام ساكت ليه طول الفترة اللي فاتت؟ يعني مش هو المسؤول الأول وهو اللي هيتحمل النتيجة ولا يتحط في وش المدفع ويتحاسب؟ طبعا. هو ليه رضي بالوضع ده؟ هو رضي لحاجتين، يعني هو مش عايز يواجه او يعمل اي مشاكل، عايز بطولة الدوري تستمر وتخلص، وطبعا اتحاد الكورة برضو عايز كده. يعني اتحاد الكورة، سياسة اتحاد الكورة ان كان الدوري يكمل وبدون اي توقفات، لان مفيش وقت. هو يعني سوء التنظيم بتاع السنة اللي فاتت شفناه السنه دي وهنشوف السنه الجايه. يعني نفس العمليه، ضغط الماتشات وارهاق اللعيبه. انا هسيبني من السنه الجايه. بس يعني في حاجه على حساب ايه؟ يعني الدوري يكمل على حساب ايه؟ المنتخب ما يتجمعش على حساب ايه؟ احنا بنتكلم على كل المسابقات المحليه والانديه والتدعيم والصفقات بتشتغل عشان مش بس المنتخبات. يعني انا بشوف انه اكبر حلم او اكبر هدف تحققه منظومه الكره في مصر انه المنتخب، مش هقول يكسب كاس العالم، يروح كاس العالم. بالظبط، ودي حقيقه. بس ما هو فين وفي سوء تنظيم؟ ما هو سوء استغلال الوقت وسوء تنظيم جداول وعدم انتظام جداول المباريات وعدم بدايه الدوري في ميعاد وانتهائه في ميعاد، ده بيأثر بشكل سلبي وبشكل كبير جدا على المنتخبات. كان حسام البدري قدامه حلين، لا اما يقاتل على اساس ان هو، ويمكن انا معاك في حلقه قبل كده قلت لازم اقل حاجه اسبوع، من 10 ايام لاسبوع اي قبل اي مباراه رسميه لازم يكون في معسكر، اللعيبه تتجمع عشان الجهاز الفني يقدر يشتغل ويقدر ينقل فكره، لو هو عنده فكر يقدر ينقله للعيبه. ولكن قبلها بيومين، قبل الماتش بيومين والثلاثه، ده ما بيبقاش فيه اي يعني نسبه من شغل بالنسبه للجهاز الفني. طيب انا كده كمشجع، كمواطن مصري، افهم من كلام حضرتك. طيب ما تحاسبوش بقى كابتن حسام البدري على حاجه، وما تستنوش من كابتن حسام يحقق النتائج اللي انتوا عايزينها. لا، احنا انا عن نفسي نحاسبه عن حاجه واحده، عدم قتاله ان هو يعمل معسكرات قبل الماتشات، لان ده من صميم شغله. يعني انا ازاي هو يقاتل ويحمي نفسه عشان يبين شغله ان هو كان يقاتل مع اتحاد الكوره ان لازم يكون في توقفات قبل الماتشات اقل حاجه اسبوع عشان يقدر يشتغل. هو سلك الطريق اللي هو الاسهل شويه، ان انا مش عايز اخش في الحته دي. الفرقه بتتجمع قبليها بيومين وثلاثه وبنلعب ماتش فنيا عشان الناس تبقى عارفه. فنيا
اي جهاز فني غير حسام او غير حسام حتى على مستوى العالم لو هيجي يجمع فرقه قبليها بيومين هو مش هيشتغل، مفيش وقت للشغل. هيشتغل في ايه؟ يعني هيشتغل في هي اقصاها هتبقى محاضرات نظريه وبيحط تشكيل وبيقرا الماتش والتغييرات اثناء الماتش، هو ده بيبقى الشغل. انما شغل اعداد للمباراه زي مثلا انا داخل الامتحان بذاكر قبليها بيومين، غير لما بقعد قبليها بشهر بذاكر او قبليها ب10 ايام اركز على الحاجات المهمه اللي انا اقدر تخليني انجح. احنا ما بنعملش كده. شايف كده بين قوسين يا كابتن خالد، لا قدر الله انا دايما ممكن ايه يعني اروح لأسوأ سيناريو عشان اذا كان في حاجه نلحقها زي ما بيقولوا في كوركتيف ديسيجن يتاخد، يعني قرار تصلح بيه المسار تاخده دلوقتي، فتروح تفترض أسوأ السيناريوهات وتاخد وتشوف ايه اللي ممكن يتم دلوقتي. طبعا احنا ما عندناش وقت، يعني هو المنتخب بيلعب المشوار التصفيات بتاع الدور النص الاولاني بتاع المجموعات ده في شهرين. من اول 9 لاول 11. لكن طب ما هو الشماعه جاهزه، يعني لا قدر الله فقد منتخب مصر الصداره وبالتالي فقد فرصته في التاهل لكاس عام، الرد جاهز موجود. الشماعه موجوده، ما كانش في وقت ان انا اشتغل. ده انا طلبت وقلت لي لا اجمع، قولوا لي لا معسكر، لا ماتش ودي لا. طب انتوا بتحاسبوني على ايه؟ كويس، هو اللي يتحمل كل هذا هو المسؤولين عن اتحاد كره القدم سواء اللجنه دي او اللي قبليها. وانت قلت حاجه في الانترو كانت جميله جدا عجبتني، ان احنا المنظومه من 15 سنه ما فيهاش جديد. احنا ماشيين بنفس السيستم وبنفس الفكر القديم اللي ما فيهوش تطوير ولا فيه ابتكار. اي واحد مسؤول هيشتغل حاجه ولا بيطور ولا بيبتكر يبقى هو يعني يبقى زيه زي اي حد. هو سؤال بره السياق شويه يا كابتن خالد، هي المنظومه هنا بتدار بناء على بنسبه كام في الميه يعني علم، وبنسبه كام في الميه خبره، وبنسبه كام في الميه علاقات؟ بنسبه كام في الميه علم؟ 5%. وعلاقات بحبحها شويه يا كابتن 90%. بحبحها شويه 5%. ده انا كده مبحبحها والله. و90% علاقات و5% الحاجه الثالثه انت قلتها، الخبره والممارسه. نفس ما احنا ما شفناش حاجه جديده، ما شفناش حاجه جديده، نفس الاخطاء ونفس الفكر هو هو. انت عارف انا حسيت في ايه يعني اما طبعا النادي الاهلي بيغرد منفردا زي ما انت قلت في حته تانية خالص. يعني يا ريت الناس تشتغل بفكر وبدماغ النادي الاهلي، يا ريت طبعا كنا هنستريح كتير. طيب خليني اخد حضرتك لنقطه ثانيه، يعني هو ده كان غايب؟ يعني انت عارف حضرتك لما جينا نبتدي مشوار تصفيات كاس العالم ولقيت الحق هوب الدوري يخلص 27 فالمعسكر بتاع المحليين 28 فالمحترفين 30 فنلعب مع في اسبوع واحد مع انجولا والجابون. افتكرت بالظبط عارف مسلسلات رمضان لما يبقى يقول لك رمضان الاسبوع اللي جاي فالحق نصور مسلسلات رمضان بالزبط. هي نفس القصه بالظبط. يعني وكان الناس طول السنه اللي فاتت مش شايفه ان في منتخب عنده في خلال شهرين من اول 9 لاول 11 ست ماتشات يتحتم عليه الصداره عشان يروح يقابل معركه. انا شايف الماتش يعني لو ان شاء الله كتب لنا صداره المجموعه دي احنا رايحين لمجزره طبعا. ماتش هيبقى من العيار الثقيل. أيوة. واتمنى يعني ان احنا نقدر نعدي، لكن خلينا في الاولاني اللي احنا عايزينه. ايوه ما كانش حد شايف ده، ما كانش حد بيكلم، حد بيقول يا جماعه احنا خدوا بالكم الفتره دي لازم. للاسف يا احمد هم شايفين بس ما يعملوش حاجه، يعني هم شايفين وعارفين ولكن عشان ما نخشش في المشكله دي ما حدش بيقدم حلول. احنا ماشيين في نفس في نفس الطريقه. في مخرج كابتن خالد؟ مخرج طبعا، ناس جديده تيجي بقى، مش اللي هم بقى لهم 15 سنه بيديروا كره القدم على مستوى اتحاد الكوره يعني. لا عايزين نشوف ناس جديده بفكر جديد. لو وصلنا كاس العالم جديدة. لو وصلنا كاس العالم او ما وصلناش تشوف انه ممكن يعني يبقى في تغيير يعني، ولا ده مرتبط بنتائج او مرتبط بانجاز؟ لا مرتبط بنتائج ومرتبط بان احنا نقيس بقى العمليه، يعني اداره كره القدم دي نقيسها ان هي عمليه علميه بتعتمد على العلم، ولازم يديرها محترفين، ناس ليهم فكر جديد، ناس عندها التطوير والابتكار، لان الدوري بتاعنا محتاج ان هو يتطور وتخش عليه افكار جديده نتيجه ابتكار الناس المسؤوله عشان نحس بحلاوه الدوري ونحس ان الدنيا اتغيرت. احتماليه انه منتخب مصر يتصدر مجموعته في تصفيات كاس العالم كام في الميه من وجهه نظرك؟ 80%. 80%. واحتماليه انه منتخب مصر يتاهل بالفعل ضمن الخمسه الافارقه او الخمس منتخبات الافريقيه اللي هتروح كاس العالم كام في الميه؟ 50%. 50%. ايوه. في حاجه تتعمل في الفتره اللي جايه دي تعلي من النسب دي من وجهه نظر كابتن خالد؟ طبعا.
زي ما قلت لك معسكرات قبل الماتشات بالذات في المرحله اللي بعد دي. يعني احنا باذن الله اللعيبه لو حالتها كويسه النهارده مثلا في ماتش الجابون هنكسب. لو حالتها مش كويسه يعني هي الماتشات دي بتاعت لعيبه. انا هتكلم معاك على الماتش النهارده كوره فني بس انا بشوف يعني عناوين المرحله الاول. لا لازم بالذات في المرحله الاخيره اللي هي الماتش اللي هنلعبه رايح جاي مع فرقه طبعا من الفرق القويه لازم يكون في استعداد كويس، لازم يكون دراسه الفرقه اللي هنلعبها كويس جدا، دراسه فنيه بعين متخصصه نعرف مواطن القوه والضعف فيها ايه بحيث ونقدر ان احنا نزود من نقاط القوه اللي عندنا ونعالج من نقاط الضعف اللي عندنا. عندك مشاركتين مهمين جدا، واحده في كاس العرب وواحده في بطوله امم افريقيا، الاثنين ورا بعض 12 وشهر يناير في الكاميرون. ده تحدي كبير جدا على مستوى اللاعبين بدايه، يعني كان الله في عون القوام الاساسي لمنتخب مصر. وانا شايف الحقيقه او كنت بقترح قبل كده واخد راي حضرتك ان القماشه اللي بتلعب باسم المنتخب لازم تبقى اكبر من كده اضعاف اضعاف. يعني الحمل البدني للعيبه مصر كلها والاهلي خصوصا تعرضوا ليه على مدار الموسمين الاخرين صعب جدا يكملوا بيه الموسم اللي جاي، وصعب جدا تاخد منهم المردود بتاع 100% على المستوى الفني في كل لقاءات منتخب مصر. تتعامل مع الدايلاما ازاي؟ عندك بطولتين مهمين، عندك تلاحم مواسم، عندك ضغط مباريات بالنسبه للاعيبه على مستوى الانديه والمنتخبات. هي البطولتين كاس العرب وكاس افريقيا دول هيبقوا معترك قوي جدا عشان نقدر اللعيبه تقدر تقيم نفسها، وهيبقى فرصه للشعب المصري يقيم الجهاز الفني فعلا في معترقات قويه وبطولات قويه وماتشات قويه. حته الاجهاد والارهاق والكلام ده كله، معلش انا عايز اتكلم في الحته دي عشان يعني الكلام زاد في الحته دي. كره القدم من الالعاب الجماعيه اللي بتعتمد على قدره التحمل. تمام. قدره التحمل لعيب الكوره محتاج 72 ساعه عشان يستعيد شفاه من قدره التحمل. لو افترضنا ان ماتش الكوره ده اللي مدته 90 دقيقه وفي بعض البطولات ممكن يتطرق يبقى 120 دقيقة، ده بيخش تحت بند التحمل. أنا عشان أستعيد شفائي من بعد أي مباراة عايز 72 ساعة بس، مش عايز أسبوع، مش عايز خمس أيام، لو 72 ساعة بس ويعني التدريبات بتاعت الاستشفاء ناس متخصصة فيها تقدر ترجع اللعيب لحالته الطبيعية، مش هيبقى فيه إجهاد. انما يلعب ماتش تاني بعدها ب 72 ساعه، هو كل 3 ايام لو ماتش. ايوه. وحالات الاستشفاء اتعملت بشكل علمي مظبوط بناس فاهمه، لان كره القدم بيتعلم مش فهلوه. ايوه علم واجهزه وتكنولوجيا وطب رياضي، ده علم ده يخش تحت بند العلم مش بالفهلوه، مش زي زمان هننزل المختص شويه فهنفوق، لا في حاجات تانية حاجات جديده وحاجات متطوره اللي بيبقى فاهمها وبيعملها لعيب الكوره. لما انا اجي اسمع ان لعيب كوره لعب مثلا النهارده وبعد 3 ايام هيلعب ماتش ويجي يقول لي انا مجهد مش هسال فيه، لان هو هيستعيد شفاه بعد 72 ساعه. وده مش رايي على فكره، ده في علم الكوره يعني دي ما فيهاش اراء. فانا اتمنى حته الاجهاد والكلام دون لو احنا قدرنا ان احنا كل ماتش يبقى ما بينه وبين الماتش اللي بعديه 72 ساعة هتبقى الأمور ماشية بشكل طيب. كويس. طيب الجابون مش قوة عظمى ولكنها تمتلك لعيبة مميزين، ويمكن أبرز لعيب عندهم أوباميانج. أيوه. منتخب مصر بيزيد عليه النهاردة في قوته الضربة محمد صلاح، رغم أنه طبعا أنت بتتكلم على 48 ساعة وصول قبل المباراة، يعني أكيد ما اتمرنش مع الفرقة أو لو اتمرن اتمرن حاجة خفيفة جدا. أيوه. لكن خليني أسمع رأيك أكتر في وجهة نظرك الفنية في ماتش الجابون، بس بعد ما نروح لفاصل أخير ونرجع نكمل كلامنا. مع حضراتكم مرة تانية وارحب طبعا بالكابتن خالد جدالة، الكلام معاه ممتع الحقيقة على الهوا وفي الفاصل، يعني ما تملش ابدا انك انت تسمع كابتن خالد وهو بيتكلم مرة تانية. اهلا بيك كابتن. اهلا بيك يا احمد، الله يخليك. انا كنت بكلمك وبدردش معاك في الفاصل على ان احنا كنا لسه في سادسة عارضين يمكن الاسبوع اللي فات في نهايته تقرير عن كريستيانو رونالدو وازاي هو قادر يحافظ على نفسه لغاية دلوقتي. كلام بقى على فكرة اجهزة الاستشفاء، كبسولة النوم، نظام التمرينات المقاومة، نظام التغذية. مش بس دي ده جزء من الصور طبعا، واحدة من الحاجات اللي عمل نقلة فيها التاك اوف بتاعه طبعا. عنده قدرة غريبة جدا على انه ياخد تاك اوف عالي جدا ويثبت بجسمه
في بعض اللقطات كده بيثبت بجسمه فعلا في الهواء لاجزاء من الثانيه. ده على فكره الصور دي في بيته يعني، ده في البيت عنده. دي حاجات مش مرتبطه بالنادي، الحاجات يعني دي ده نظامه نظامه الغذائي، بينام قد ايه، بينام في كبسوله نوم، بيشتغل على نفسه شغل جامد جدا. برضه حته التغذيه عشان نوصلها برضه للعيبه، ما انا لو وزني مظبوط واقل من يعني، انا لو طولي 180 المفروض في الطبيعي يبقى وزني 80 كيلو، طب ما بالك بقى لو انا بقيت 75 كيلو. ما هو دي برضو من احدى الحاجات اللي لازم الواحد يعملها في نواحي الاستشفاء، يعني طريقه من طرق الاستشفاء. ليه؟ لان وانا بجري لو انا شايل حمل زياده 2 3 كيلو زياده، ما انا هيبقى هيحصل لي اجهاد طبعا. ولكن لو انا وزني اقل من المفروض هبقى مش شايل وزن كتير، هبقى اسرع، هبقى اخف، كل حاجة. هبقى يعني في كل حاجه رشاقه طبعا. فعشان كده رونالدو شوف بياكل ازاي، محافظ على نفسه ازاي، شرب السوائل، السوائل والميه بالذات. انت تلاقي في عندنا لعيبه ممكن ما تشربش ميه بشكل كتير، ولكن لا بتساهم بشكل كبير جدا في عمليات الاستشفاء. التغذيه السليمه، ازاي اشتغل على نفسي؟ انا دلوقتي راجل محترف وباخد فلوس بسم الله ما شاء الله كويسه، لازم اصرف على نفسي. هو يعني لازم اصرف على نفسي عشان اخلي نفسي الشيب بتاعي بتاع جسمي وبتاع حياتي واللايف ستايل بتاعي لازم يبقى محترف، لان هو ده هيجيب لي فلوس اكتر. هو الاحتراف مش مرتبط بفكره العقود، ومش مرتبط بس بفكره الفلوس، لا ده مرتبط بالمنظومه كلها كابتن، لايف ستايل والسلوك بتاعك وتفكيرك وفكرك، ادارات انديه محترفه طبعا، اجهزه فنيه محترفه طبعا، لعيبه محترفه ايوه، نقل تلفزيوني محترف، كل حاجه، حقوق بث وحقوق رعايه محترفه ايوه، ملاعب، كلام في الكوره، كلام في الكوره محترف، في الكوره محترف حقيقي، المنظومه كلها محترفه. احنا بنشوف دلوقتي ناس بتطلع بتحلل في الكوره، يعني بتحلل بتتكلم في الكوره وتحلل بشكل كبير جدا، هي ما لعبتش كوره يعني، برضو الحاجات اللي ممكن ما تشوفهاش غير عندنا يعني. يعني من الحاجات ليه؟ لان فقد الشيء لا يعطيه. طب خليني اكلم حضرتك اكتر على ماتش النهارده بقى. اتفضل. بالتاكيد في اسئله كتير جدا وفي حاجات كتير جدا شغله، طبعا حضرتك عارف انه في اكرم توفيق غاب في المباراه الاخيره، وورا منه على طول رمضان صبحي غاب للاصابه، تريزيجيه والنني مش موجودين، صلاح الحمد لله رجع. ايه الحاجات اللي شغله بال حسام البدري النهارده، وايه علامات الاستفهام اللي عايز يقلها رد قبل مواجهه مع الجابون؟ اللي شاغل بال حسام الاداء والنتيجه يعني، ده والنتيجه الاول قبل الاداء، رايح يكسب المفروض، لان ماتش النهارده ده يريحنا يعني، بيعدينا بنسبه كبيره جدا. انت قلق من الجابون؟ انت تقلق من انا اقلق من اي فرقه؟ انت تقلق من اي فرقه؟ طبعا، لان انا مش ضامن احنا مستوانا هيبقى عامل ازاي. هل هنبقى كويسين في حالتنا وفي حاله اللعيبه على المستوى الفردي والجماعي، ولا لا؟ احنا دلوقتي نامل على المستوى الفردي ان اللعيبه بتاعتنا تكون كويسه. صلاح في 48 ساعه يقدر يشكل فرق؟ ممكن يعني، لو ما خافش على نفسه وخاف على رجليه، لان هيلعبوا عليه جامد. فبرضه لو هو ما خافش على نفسه وعلى رجليه، لا يستطيع ان هو يعمل لك فارق. وصلاح على فكره من نوعيه اللعيبه مش شرط يكون كويس طول الماتش او طول الفتره، لا هو في كوره بيفوق، كوره ممكن يخلص لك الماتش. نتمنى ان هو يكون موفق النهارده باذن الله، ولان هيلعبوا عليه جامد. وزي ما بقول لك احنا على المستوى الجماعي ما نقدرش نلوم الفرقه كتحركات جماعيه سواء في الهجوم او في الدفاع، لان هو مفيش تمرين. احنا كل هدفنا النهارده على المستوى الفردي اللعيبه تكون في حالتها. لو اللعيبه في حالتها، مين اجاد من وجهه نظر كابتن خالد جد الله في ماتش انجولا؟ في ماتش انجولا يعني لما اجي احط تشكيله النهارده، هو عنده مشكله في التشكيل، عنده بعض المراكز ممكن شويه تضايقه او يبقى حيران فيها. لكن خليني الاول ابتدي باللي نوره، يعني شايف مين اللي قدم؟ محمد شريف. محمد شريف بس الباقي كان عادي يعني، ما ت... ما ما ت... ما هبتدي بقى من الاول وجديد يفكر في تشكيله النهارده. طب ما تحط لنا تشكيله، التشكيله المتوقعه والافضل من وجهه نظر كابتن خالد النهارده، التشكيله يعني هم يعني، والطريقه برضو هيلعب بنفس الطريقه اللي لعب بيها في القاهره قدام انجولا، ولا تتوقع انه بيلعب بره مع هو الجابون؟ على حسب الطريقه، هتحدد على حسب مستوى فرقه الجابون. انا ما اتفرجتش على الجابون قدام ليبيا بصراحه يعني، هم خسروا في الدقيقه 2-1، خسروا 2-1 وفي اخر دقيقه. ولكن الطريقه هو حددها على حسب مستوى فرقه الجابون اللي هو اتفرج عليها، ولكن الطرق اللي احنا، الطريقه اللي احنا بنلعب بيها واخدين عليها ولعبتنا واخده عليها 4-2-3-1، لان لو هو حاطط هدف ان هو يكسب النهارده يلعب كده تمام، لو هو مش حاطط الخايف ان هو يخسر
فعايز المكسب او الدرون ممكن يقلبها 4-3-2-1. ولكن انا من وجهه نظري نلعب 4-2-3-1 احسن، وهنبقى اكثر ايجابيه على المرمى، نحاول ان احنا نكسب. نلعب بمين يا كابتن خالد؟ ما هو اصل انت مش تقدر تغير كتير، هم الناس اللي لعبوا الماتش اللي فات طبعا محمد الشناوي، الاثنين مساكين حجازي والونش. فتوح عمل ماتش حلو من وجهه نظرك الماتش كان اللي فات؟ كويس، كان كويس مش وحش. يعني تفضل تبتدي بيه النهارده ولا تبتدي بعبد الشافي؟ والله الاثنين، يعني عبد الشافي يمكن خبره اكتر، ولكن ممكن عبد الشافي يبتدي النهارده، بحيث ان هو يقدر يقف في الحته دي اكتر من فتوح. فتوح برده واجباته الهجوميه برده بيقوم بيها بشكل كويس. أيوه. احنا عايزين يعني الديفنس بتاعنا يبقى واقف بشكل تمام. باهر المحمدي اقنعك في باك؟ لا ما اقنعنيش، مش عشان هو وحش، عشان هو السنه دي يعني كان غايب كتير جدا، وبعدين ما بيلعبش، هو مكانه مساك. أيوه. مره واحده لما تيجي تحطه ناحيه اليمين، ولكن اتمنى لو لعب ربنا يوفقه. يعني احمد توفيق الاقرب للنهارده. احمد توفيق برضه مش يلعب باك يمين، ربنا يعني ربنا يكرمه يكون كويس. نص الملعب طارق حامد والسوليه، ولكن يمكن انا ليالي تعقيب في الحته دي. انا شايف السوليه حمدي فتحي هيبقى الدنيا احسن شويه، والتفاهم هيبقى موجود، والمجهود موجود، والسرعه موجوده، والباص الكويس بيبقى موجود. طيب خلينا بقى، خلينا اقول لحضرتك التشكيل المتوقع النهارده. جالنا اهو على الهواء. الشناوي زي ما حضرتك قلت حراسه مرمى. أوكي. قدامه باك شمال ايمن اشرف، ومعاه الونش واحجازي، وفي اليمين احمد توفيق زي ما قلت لحضرتك. اوكي، يبقى التغيير الوحيد اللي قلناه هو ايمن اشرف. ايمن اشرف مكان فتوح، يبقى هو عايز واحد ديفندر اكتر. عايز يقفل. تمام. في النص ثلاثه السوليه وطارق حامد وعمر جابر، ده اللي انا قلته. تمام. 4-3-2-1. أيوة. قدامهم قفشه وصلاح، وقدامهم محمد شريف. اوكي خلاص. مصطفى محمد ما دخل برضو مع الفرقه، هيبقى احتياطي النهارده لشريف. يعني انا لو منه مش هحط التشكيل ده، مش هلعب كده ولا بالطريقه دي ولا بالافراد دول. لا ليه؟ لا لحاجه يعني هو احنا لا يعني انت لا انا يعني قلنا في الطريقه والتشكيل هو ده. لو عايز يكسب نلعب 4-2-3-1. ما هو السؤال هنا انت شايف انه التشكيل ده هو خايف نفسه، راح يلعب، خايف يلعب على نقطه. يلعب يعني على نقطة. وهيعتمد بقى على صلاح ومحمد شريف. يعني وبصى من قفشه لحد فيهم ان يجيب جول. يعني النهارده نتوقع الشكل اكتر يميل للناحيه الدفاع طبعا. ايمن شكل. اشرف ايمن اشرف دفاعي اكتر من احمد فتوح بكتير جدا. الثلاثه ديفندر في نص الملعب. ما انا قلت لك، لا اما هنلعب كده لو هو عايز يكسب. أيوه. لا اما لو خايف ان هو يخسر هيلعب ثلاثه. لعب بثلاثه، عمر جابر، طارق حامد، عمرو السوليه. أيوه. تمام. انا ليالي تحفظات على عمر وعلى طارق. تمام. وبيلعب بالثلاثه اللي قدام، قفشه وصلاح ومحمد شريف. مظبوط. هو بيعتمد على ايه بقى؟ صلاح يفوت في واحده، قفشه يشوط كوره واحده، كوره ثابته قفشه يجيبها جون، شريف جاب جون. يعني انما بنامن بسبعه لعيبه. ده هيأثر علينا في الشكل الهجومي طبعا بشكل كبير. هو ممكن سيبك بقى كابتن خالد من تصفيات كاس العالم خالص. أيه. وسيبك من الموسمين والتلاحم هو انت شايف انه في مصر النهارده انا عندي 14-15 اسم اقدر اعمل بيهم منتخب يقدم كره قويه ويرجع لمنتخب مصر شخصيته، ولو وصل كاس العالم يروح هناك يعمل عروض تقول انه مصر فيها كوره، ولا الكلام ده احنا ما نفكرش فيه؟ لا دلوقتي لا ما نفكرش فيه، ما نفكرش فيه. ما عندناش، مش موجود. لا القماشه دي مش موجوده. ان انت تروح كاس العالم وتادي وتلعب كره مفتوحه وتهاجم وتدافع، لا ما نقدرش، ما فيش الكلام ده. وبعدين يعني هي الكره مش حفظ. يعني احنا في حاجات بقت تحصل، يعني مش معنى ان انا عايز خايف ما اخسرش فلاعب ثلاثة ديفندر في نص الملعب، هي مش حفظ. وعايز اكسب اشيل ديفندر واحط واحد مهاجم، هي مش حفظ، هي مش كده. انا ممكن العب 4-2-3-1 وازود من الواجبات الدفاعيه بالنسبه للعيبه. يعني انا لو هلعب 4-2-3-1، الثلاثه اللي تحت راس الحربه دول لو في الناحيه الدفاعيه هيرتدوا لنص الملعب وبشكل كويس، انت يبقى عندك خمسه في نص الملعب بتلعب 4-5-1. يعني 4-2-3-1 دي وانت بتهاجم وانا بدافع بتتقلب 4-5-1، فانا كده مقفل الدنيا كويس قوي. مش معنى ان انا هقفل العب بثلاثه ديفندر، عمرها ما كانت الكوره كده. لا لا لا، يعني مش كده خالص. يعني عمرها ما كانت الكوره ان انا
ده انا ممكن يعني هقول لك ايه، ممكن العب باتنين صناع لعب ويكون عندهم مقومات ان هم يقدروا يرتدوا ويدافعوا، هبقى شكلي وانا بدافع احسن. ايوه، فاحنا كده حفظ على ملعبنا 4-2-3-1، تطلع بره تجيب 3 تفندرات يبقى 4-3-2-1. لا، عمر ما الكره ما فيهاش ثوابت، كلها متغيرات. والله يعني الواحد غيران على المنتخب وصعبان عليه العشر سنين اللي فاتوا. الحقيقه شايف ان الكره المصريه كانت تستحق، كان عندنا أفضل من كده. مطبات وكان عندنا ظروف صعبه كتير. أيوة. لكن كنت شايف ان احنا افضل من كده، نستحق نكون في حته افضل من كده بكتير. اتمنى التوفيق لمنتخب مصر طبعًا. النهارده قدام الجابون طبعًا. واتمنى ان المنتخب يقدم عرض يطمن جمهور الكره المصريه على فرصتنا. خدوا بالكم انه الناس وهي بتتفرج على المنتخب بتبقى مش بس بتتابع الماتش ده، لكن كمان بيتكون عندها احساس احنا قادرين نوصل كاس عالم ولا لا. فاتمنى العرض النهارده يكون قوي. وفي حاجه بس يا احمد، بعد اذنك، الاربعه الديفنس اللي بيلعبوا النهارده اساسهم مساكين. الاربعه بيلعبوا مساكين. أيوة. يعني هو ده يدي لك مفهوم احنا في الناحيه الهجوميه هنبقى قلقانين من اوباميانج شويه، يعني مش عارف على كل ده ليه. انا يعني مش شايف المنتخب فيه غير اوباميانج بصراحه. ايوه، بس يعني هو القلق مش احنا هم مش هيبقى برضو قلقانين من صلاح، هيحطوا اربعه سردباكات اساسا، باك رايت واثنين مساكين وباك ليفت. طيب نروح اروح للاهلي مع حضرتك. ويمكن من اخبارنا النهارده خبر عن بيتسو موسيماني، مفترض على فكره بالمناسبه مستر بيتسو موسيماني يرجع يوم الثلاثاء اللي جاي ويبتدي الفرقه ترجع مره ثانيه للتدريبات. كان ليه بعض التصريحات كده، عملوا معاه انترفيو وهو في اجازته في جنوب افريقيا على سبورتس نايت لايف، وكان اتكلموا معاه او بدايه الكلام معاه كانوا بيتكلموا على ان في بعض الاصوات اللي نادت انه الاهلي ينهي تعاقده مع بيتسو موسيماني، وكان رده انه عايزين يمشوني، او الاصوات دي يعني عايزه تمشيني عشان خسرت 4 ماتشات بس مع النادي الاهلي من 52 مباراه، لو عايزين يمشوني يمشوني، بنوع من السخريه يعني. رايك في الناس اللي طالبت بانه موسيماني يرحل عن الاهلي بعد، في وجهه النظر يعني تقول موسيماني يرحل بعد خساره لقب الدوري؟ لا طبعا، يعني هو مدرب مدير فني ناجح بكل المقاييس، كم البطولات اللي خدها يشفع له، كم المباريات اللي كسبناها بتشفع له. انا مش عارف، ما هو برضو اللي بينقد لازم يبقى فاهم عشان يقول كلام يعني منطقي. انما فعلا يعني ايه منطقي؟ لا يعني راجل 52 ماتش هنا خسر 4 ماتش، يمشي فين من لما موسيماني يمشي؟ طب مين هيقعد؟ انا مش عارف يعني 5 بطولات من 6 بطولات دخل فيها في سنه، طب يمشي ازاي يعني؟ انا مش فاهم. اتكلم على بيرسي تاو وعلى سوني لويس ميكسوني. احنا بنقول سوني هنا في السادسه عشان الاسم طويل قوي. ايوه بالظبط، فبنقول سوني تاو وسوني. اوكي، اتكلم على الاثنين دول وقال ان هو متحمس جدا للصفقتين دول على وجه التحديد، وبالمناسبه هو يمكن حضر لهم هما الاثنين عشان بقى لهم فتره يعني بعاد مش بيشاركوا برنامج تاهيلي وتدريبي عشان يقدروا يستعيدوا فورمتهم مره ثانيه. ده يخليني اسالك برضو عن رايك في صفقات الاهلي الجديده. لا، اضافات طبعا جامده جدا، نتمنى لهم التوفيق باذن الله تعالى. الاثنين متحمس لمين يا كابتن خالد؟ اكيد في حد، هم كلهم كويسين، هم بس كلهم انت كويسين، هم الاثنين بيرسي تاو وسوني. باذن الله هيبقوا اضافه. ويمكن انا كنت هنا برضو واتكلمت من فتره، من ايام سيمبا والبطوله الافريقيه. أيوه. لعيب كويس، وبيرسي تاو لعيب كويس جدا، اتمنى ان هم يكونوا اضافه باذن الله، بالذات في الخط اللي تحت راس الحربه، ويكون التوفيق معاهم. وحاجه كويسه جدا من مستر موسيماني ان على طول، ما هو ده بقى الشغل الفني المظبوط، اتعمل لهم برنامج عشان يعدوهم بدنيا بشكل كويس، لان هم كانوا بعاد الفتره اللي فاتت، بحيث ان لما الفرقه تبتدي يبقوا داخلين معاهم واقفين على رجليهم. الدخله دي بتبقى صعبه على كتير من اللعيبه، يعني بنشوف انه في لعيبه جت، خد بال حضرتك برضو الضغط الجماهيري بيبقى مشكله بالنسبه للعيبه، وخصوصا المحترفين اللي مش فاهمين قوي طبيعه النادي الاهلي ومش فاهمين طريقه تفكير جماهيره. أيوة. شايف الدخله الانسب ليهم يخشوا تدريجيا، ولا في حال ان هم جاهزين؟ انت عارف انه احتمال البطوله بتاعه كاس مصر تتلعب والاهلي يعني بيسمح فيها بمشاركه الصفقات الجديده، فمن الوارد انه يبقى فيهم ليهم مساحه المشاركه مع ده كابتن خالد، ولا ان احنا نستنى عليهم شويه ويخشوا تدريجيا مع السكواد؟ هو حسب استعدادهم بقى البدني والفني. يعني لو هم بدنيا وفنيا في حاله جزين. كويسه، مفيش مشكله نديهم على طول. طبعا، لان دول لعيبه محترفه ولعيبه يعني برضو عندهم خبرات كويسه يعني وامكانياتهم الفنيه كويسه دايما. انت ما تقلقش من اللعيب اللي عنده امكانيات فرديه عاليه،
مش هيتزنق، يعني هو هيتأقلم مع أي ظروف. فلو هم جاهزين بدنيا وفنيا مفيش مشكلة ان هم من البداية، لو هم لسه قدامهم شوية وقت ممكن على فترات زي ما انت قلت. بمناسبة الكاس، شايف انه الأفضل استكمال الكاس ولا إلغاء البطولة؟ يعني أنا برضو مش عارف الأندية إمتى، يعني طبعا جمهور النادي الأهلي أعتقد 90% منه رايح لفكرة إن إحنا نكمل كاس، لأنه إن شاء الله بإذن الله فرصنا كبيرة فيه، عايزين البطولة. لكن برضو فكرة إنه تكمل موسم وتبتدي بعديه تخش في دوري ودوري أبطال، وبعد كده اللعيبة تبقى مع المنتخب ويبقى عندك كاس عالم ودوري أبطال جديد، مع ايه يا كابتن خالد؟ او شايف المخرج من الموضوع ده ازاي؟ المخرج لا، يعني بالنسبه لنا الاشتراك، احنا في ثلاث بطولات جايين، يعني كاس مصر سوبر ورايحين كاس عالم الانديه. مظبوط. الوقت ده مهم جدا والبطولات مهمه جدا، لان جمهور النادي الاهلي بيحب يحصد كل البطولات. انا اتمنى، يعني اتمنى اللعيبه هتيجي على نفسها شويه وهتضغط بشكل كبير، يعني نتيجة الاشتراك في كل بطولة. بس احنا عايزين بإذن الله نعوض البطولة اللي راحت مننا في آخر ثلاث ماتشات، والبطولات دي ناخدها عشان جمهور النادي الأهلي يفرح بإذن الله. إن شاء الله. بإذن أحمد عبد القادر وعمار حمدي آخر الأسماء اللي رجعت، يعني أولادنا اللي كانوا معارين في الاتحاد وفي سموحة، والاتنين قدموا أعتقد مردود محترم جدا الموسم ده، وأنا شايف أو براهن عليهم بشكل كبير الاسمين دول تحديدا. رأيك فيهم إيه؟ و فرصتهم في المشاركه مع الصفقات طبعا اللي الاهلي دعم بيها. الاثنين لعيبه كويسين جدا، عمار واحمد، عندهم من المقومات ان يوصلوا يبقى ليهم، يبقوا سوبر حاجه. أيوة. سوبر. ولكن انا هقول لهم كلمه لازم يحطوها في ودانهم، اللعب مع النادي الاهلي امام الفرق غير اللعب وانتوا لما كنتوا مع الاتحاد السكندري وسموحه. اللعب مع النادي الاهلي قدام اي فريق هتلاقي المساحات مقفوله والفرق بتدافع قدامك، مش نفس الشكل اللي كنتوا فيه في سموحه وفي الاتحاد السكندري. محتاج منكوا تركيز كبير جدا واراده جامده جدا وصفات اراديه بشكل كبير جدا، وان انت تشتغل على نفسك جوه الملعب وبره الملعب عشان تقدر تظهر بمظهر كويس. عايز تعليق من حسام حسن وكريم فؤاد. حسام يمكن الاهلي عانى شويه في الموسمين الاخيرين، مروان بعد لفتره مش قليله ما كانش موفق بشكل كبير، جونيور لعبها شويه، بواليا جه صفقه ولكنها يعني ما خدتش فرصتها بالشكل الكامل او ما خدتش المساحه اللي تقدر تثبت فيها وتاكد انه جدير بانه يكون راس حربه، وتم اعارته. باستثناء شريف ما شفتش حد منور قوي في روس حربة النادي الاهلي. يجي حسام حسن يخش في منافسه مع شريف، فرصه ايه وتقييمك ايه لصفقه حسام حسن؟ لا، حسام من اللعيبه الكويسين، من الهدافين الكويسين، محتاج برضو منه الوقت اللي جاي ان هو يشتغل على نفسه بشكل كبير جدا، لان هو في وسط منظومه قويه جدا، في وسط لعيبه جامده جدا، عشان يثبت نفسه ويخش معاهم في القطر بتاع النادي الاهلي اللي ماشي هيحتاج منه شويه مجهود وتركيز كبير. ولكن هو هداف كبير جدا، لعيب كويس جدا، ومش شرط ان يبقى فيه منافسه هو شريف. هو خلي بالك هما ممكن الاثنين يلعبوا مع بعض. مفيش اي مشكله. هو خط الهجوم بقى زحق، يعني النهارده انت يعني هو يا بخت راس الحربه اللي هيلعب بدايه، يعني بيلعب ورا منه ما شاء الله. النهارده عندك الشحات، عندك طاهر، عندك بيرسيتا، وعندك سوني، عندك ورا دول قفشه. شريف ممكن يلعب جناح ما يلعبش راس حربه صريح، فبالتالي يعني هيبقى وراه سكواد محترمه جدا. يعني احنا عشان بنخش في كذا بطوله، واي بطوله بنخش فيها مطالبين ان احنا نكسبها، فيعني من بختنا ان يكون عندها لعيبه كتير كويسه. كلمه اخيره وسريعا لكريم فؤاد. ربنا يوفقه، وهو لعيب كويس يشتغل على نفسه كويس، وطبعا حاجه كبيره جدا تحسب له ان هو انضم للنادي الاهلي. اتمنى ان هو يستغل الوقت ده بشكل كويس. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا في السادسه، بنسعد بيك دايما كابتن. الله يخليك يا احمد، شكرا، الف شكر. بشكر حضراتكم على المتابعه، ونتقابل بكره ان شاء الله حلقه جديده والسادسه. تحياتي لكل جماهير النادي الاهلي.